عفارت؟ انت تعرفه منين؟ عليه فلوس ليا. هتشوف واعمل لك ايه؟ ايوه يا سياد. ايه؟ لا يا سيدي، انا اول مره اشتغل هنا. في ايه؟ خلاص مش مشكله، اكشف عليه. تكشف علينا على اساس ايه يعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هكشف عليه؟ ما يصحش. ليه؟ احنا معانا ستات. يكشف علينا ازاي يعني؟ ايه اللي يكشف علينا؟ هو بيقول ستات، انت بتتحمقي ليه؟ انت مالك؟ حضرتك تكشف عليه اماره ايه بس؟ اوريك الاماره. رجلك دي فيها كم صباع؟ زي بقيه البشر خمسه. كفايه عليك اربعه. رجلك دي كم صباع؟ اتنين. اوعى تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى، رجلك دي كم صباع؟ انا عندي خف. تعالي، رجلك دي كم صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع، سيبوها في حالها. لا ما شاء الله. ايوه يا سياده، خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر بعد اذن حضرتك. خليه يحضر يا بيه بعد اذن حضرتك. انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زورت. ايوه بسم الله. هيفرفر تاني؟ طالع له؟ لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا قاعد في بيتك. بسم الله. خالد نعم، هات البت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا انا خاف. ضحي ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه. مدغوره في ده يقعدوا في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت؟ يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه بتخافي؟ بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه امسك انا. خافي ايه يا باشمهندس؟ ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه اللي بتعمله؟ خاف على البنت حصنها. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. بص قدام. بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك. مش مستريح. استنى بص يا ماما قدام. ايوه ايه ده؟ انت بتقلب ايه؟ هقعدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سم. شايفة حاجة؟ لا مش شايفة حاجة. الأسياد عمتها. يا عيني. عمت ايه؟ عمت ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مغبي عينيها بإيدك؟ يلا يا موهوم. ما أمرت على حس إيدك. يلا يا موهوم. موهوم. بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي إيدك. تشتمي راجل قد أبوكي. بس خليه يصير. شد إيدك. أهو. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها، دي صغننة. دي صغننة إيه؟ زعلان علينا؟ أنت عندك كام ولد؟ النين. كفاية واحدة. النبي يا حاج، ده شغلي أنا فاهم فيه أكتر منك. تعالي. أيوه احضر عليها من أهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. أنا عارف أنت ببلدهم باريم، سافرتي هناك أنت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بص قدام. أيوه سن فوق العشرين، الطول تحت الأرض. بلاش انت. أنا مش باين من الأرض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجرة. أيوة. لا يلا بقى ما تقرفناش، دور عليها هتلاقيها. هي قليلة سفيفة لا ترى بالعين المجردة. ليه يا ابعد. أحسن لا ترى بالعين المجرد. يراها أي كفيف. إيه؟ سقفوا عليه. سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. أيوة الصوت جاي من فوق يا حاج. فين؟ يا أخ تقريبا بتوع الصيانة. مبروك.
سيارة ايه؟ يا كاب ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ وانت داهية اشتغل يلا احضر عليه واوعى تأذيه، انا في حمايته. ايوه من اهل البيت، من اعمدة الفيلا، تربى وترعرع في غابات السافانا، يتغذى على الطائرات المخطوفة. انت بتتكلم بجد؟ ايه اللي حصل؟ رجع ورا. انا؟ رجع ورا بسرعة. هما عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت جدها يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والذبيحة عندي. بيعت ايه؟ مش انت جدها يا وعي شوية، خد رزقك. مش انت احدفها سكرو، انا مالي. ايوه هاتوا الحلة. هاتوا له الحلة كلكم، روحي وانا كمان. يلا حاضر، بكره الساعة 6. ايه 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 ده الراجل ده؟ الراجل ده ده الرطيس احنا. ايه وانا حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. روح هات الحل، ما احنا جبناها. ثانيه، ما الحله ايه؟ روح ودوها وهاتوها. اتكلمنا بيه حكم الاسياد، روح ودوها. اسياد مين؟ روح روح يا عم الجاف. روح انت بالذات، روح معانا. ما تروحيش تجيب الحل، دي تيجي معانا. خدها يلا، يبقى هاتيها بكره الساعه 6. ده الراجل ده حلو زيك. هاتوا الحله. ده بيحترمنا عيب. ده شويه فانتازيه اللي كان فيه حاجات فانتازيه خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا، عيب احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كسب شو واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ عفرته هنا؟ اه استوى. هو عنب ابعد. عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان، لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين؟ فين فين؟ وانا بحضر عمرو دياب. اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تحليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. يلا يا عفروتو يلا ادخل في جسمي، ادخل من الركب. ركب؟ ايوه على اساس انها اقرب حاجه. مش يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نق يا بابا، ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى ده نازل جوه؟ يا ناس ابوس ايديك. ايه ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي. بصي ارجعي بقى جدايه في خدك. يلا يا ابني جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان، امريكا يابان ايه يا عيوني. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب باتمان، امريكا يابان ايه يا عيوني. اخيرا البيت بقى رايق بعد الاستاذ بقسومات ما صرف في العفريت. اقعد بقى اشرب سيجاره بمزاج.
الله ده حشيش معتبر. الواد شيشة قال لي ماركة كرسي في الكلوب. يعني تاخدي نفس وتبقى ضلمة أحسن. فينك يا وكيل؟ أيوة يا هندي، يا واحدة معايا مكالمة. يا أبو العفريت. أيوة يا ابن الباشا. هات هند وأحمر وتعالوا زورونا. خلاص العفريت غار في 60 داهية. ما تنساش يا عماد، هات هند وأحمر. ماشي؟ أيوة. وبلغ كل العيلة. مع السلامة. البيت بقى جميل وهادي. شفتي فاق ورق ازاي؟ ايوه غار اللي ما يتسمى. الحمد لله. عارفه يا بنتي يا هند؟ الراجل اسمه بقسماط ده، انا ما كنتش واثق فيه في الاول، بس طلع ولد قدر يصرف العفريت. الحمد لله الحمد لله. لحسن انت كان دمك تقيل قوي. ايوه ما هو اللي كان متقل دمي. بصراحه بصراحه كنت بارد. هو السبب. ان جيت للحق كنت سخيف. في ايه بنت؟ بس الحمد لله الحمد لله بقيت كوبه. كوبه؟ كوبا ايه؟ كوبا كوبا كيلو بانجو. بانجو بانجو. بتحششي. ايوه بحشش. محشش لامي ولا يعتب عليا. روق روق، محدش واخد منها حاجه. انت فايقه ورايقه قوي والله. العفيد ده كان كاتم الضحكه في قلبي. طب اضحكك؟ يا ريت. شفت المسطول اللي جاي ينزل من عربيته؟ فتح الباب لقى المطره بتمطر، نزل من الباب التاني. طب شفت الكمساري المسطول؟ ماله؟ الست بتقول له الاتوبيس يا اخويا رايح الجامعه. لا لا. قالت له ليه؟ لا ما جابش مجموع كبير. حلو يا وكيل حلو. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني هو محرم فؤاد يبقى اخو بور فؤاد؟ قال له بور فؤاد دي بلد. قال له محرم فؤاد؟ قال له دي بلد تانيه خالص. والله ضحكتيني يا هند. ايه ده؟ فين السيجار؟ يا فين السيجار؟ هات السيجار. يا لهوي يا لهوي. ايه ده ايه ده؟ نهار اسود. مره واحد مسطول مراته ماتت، مشي في الجنازه بتاعتها يضحك، صاحبه قال له بتضحك في جنازه مراتك؟ قال له بقالي 30 سنه متجوزها، اول مره اعرف هي رايحه فين. السيجارة عملت عبايلها. هاتها بقى. لو ليه سيجارة ايه؟ حلوة الدكتور اللي فاتت. هات السيجارة. هتولعينا في ليلتك. بل فين السيجارة؟ انا عارف. فين سيجارة؟ جت في بقك ازاي دي؟ ممكن افهم. هو مين مصول فيكو، انت ولا السيجارة؟ اعبط. خدتها مني من غير ما. وانا بشرب. ايه السيجارة دي؟ سيجارة بالريموت كنترول ولا ايه حكايتها؟ وراكي وراكي الاخر نفس. يا كان عفريت معفن. او انت ايه ده؟ بين استطلت على الريحة. يا معفن او انت يا كيكا. تقلي رجعك تاني. انا جاي اطمن عليك. هو اسمه ايه ده؟ بقسماط؟ مش يا راجل بقسماط مين ده؟ انا جيت مكانه عشان ما نصبش عليك عيب. والله انا كنت حاسس بيه. حصل خير. انا حسيت بيه. الحمد لله. طب امشي امشي. انا مش انصرف. انا مش محتاج. طب اعمل لي اي حاجه. مش عارف امشي. تعالى. ايه انت البني ادم؟ انا العفريت. شبيك لبيك عبدك ما بين ايديك. عايز فلوس؟ اي فين الفلوس؟ في الكابتن تياتر. فلوس فين يا وكيل؟ في الكابتن تياتر. يا عم انت اللي لازم تصرفني، مش انت اللي طلعتني من الكاميرا. يخرب بيت الكاميرا على بيت. اليوم اللي طلعتني كان يوم نحس. انت بتكرهني ليه؟ واحبك ليه؟ العز والهنا اللي عايشين فيهم. لا يا عبيط، عشان لسه جوايا طاقات اعملها لك. طاقات يا معفن. اهو انت يا ابو جنيه وربع يا معفن. انت اللي فقري. ما كسفتش ياض وانت جايب لي جنيه وربع وجاي. وكسف ليه؟ انت فقري. كان قدامي 5 جنيه مقفوله، خد عفريت لواحد. اسكت. كتك لينا في خيبتك. يعني عفريت نازل لي مخصوص واخد تأشيرة ومغير عملة وجاي يجيب لي 5 جنيه يا معفن. ما تغزنيش مضربك. ما انا عرفت ان صحتك على قد. هتعمل ايه؟ تخش مقالب؟ دافع عن نفسك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وريني. هأذيك. ده مش عفريت. عرفت بقى ان انا ممكن اذيك في اي لحظة؟ تعال يا بابا. بص يا وكيل، طالما انكتب عليا اعيش معاكوا هنا يا ابني. نعم يا اخويا. يا ابني هعيش معاك وغصب عنك انت ولاد عمك.
ليه ثلاث طلبات. يوم الاكل والنومه والمصروف. ليه هصرف عليك كمان؟ اه وهتكمل لي تعليمي وهتكسيني بالعربي، هنعيش جنب بعض حياه كريمه. هو مين طلع لمين يا؟ اوعى تعدي حدودك ترجع تندم. ها موافق بس بشرط. اشرط. تظهر لولاد عمي. بصفتي ايه؟ هقول لهم ان انا جبت لك واد غلبان يشتغل عندنا في البيت. انا هظهر بصفتي جاركو جعفر. ما عندناش جيران. مش شغلك، من اللحظه دي ليكوا جار اسمه جعفر، وانا هتعرف عليهم واحد واحده بطريقتي. خلاص؟ موافق. بس بقى ما دام ناوي تبقى جارنا وهتعيش جنبنا، تعيش في هدوء وسلام. ان شاء الله. من غير غدر ولا خيانه ولا شر. اوعدك. كلمه شرف. شرف. ميثاق. ميثاق. معاهده. معاهده سلام. ايدك يا جعفر. ايدك يا وكيل. تعال تعال تعال. ايه فينك؟ في حد من قرايبك هنا؟ لا مفيش حد. يلا اتحرقوا. عامله ايه؟ الحمد لله. انت وحشاني، مش عايزه اجي لك كل يوم تزهقي بصراحه. معقول ازهق منك انت؟ ده انت فارس احلامي اللي بدور عليه من زمان. انت بتتكلمي بجد؟ اه طبعا. طب تعالي. ايه؟ تعالي بس غمضي اهو. هوب. ايه ده؟ كل دي فلوس؟ ومن هنا ورايح كل اللي هتحلمي بيها هيتحقق في ثانية. بجد؟ اه والله. انا مش عارفة اقولك ايه. ولا حاجة. انا لازم اقول لولاد عمي. لا بصي بقى، شرطي الوحيد ولاد عمك ما يعرفوش اي حاجة من اللي بينا، اتفقنا؟ ليه؟ سيبينا نتصرف يحقدوا عليكي. صح. بقولك ايه؟ ايه؟ يلا قبل ما حد يجي شوية حب بقى. نحب شوية؟ يا ريت. يا بوتي بوتي صغنونة يا لو قلبي. ايه ده انت بتحبي كريم ابن اختك يا بنت بوتي مين؟ ايه بيبي مالك؟ بيبي ايه وزفت ايه؟ لازم تعلمي الحب من اول وجديد. ما انا مش عارفه اعمل ايه. قولي لجعفر اهو يعلمك. يا خبر ده قاسم باشا متعور. يا ناوي عليا وعلى جيراني. ايه مالك يا باين؟ حد يحاسب الاسعاف. هحاسب انا الاسعاف. تعالى يا اخويا سندني. تعالى يا باشا. تعالى. اشوف فيها يوم هي وعيلتها يا رب. مراتك تاني. اكلت الاسفلت. هنعمل ايه؟ الله يخرب بيتها. كل الستات كده. اه يا ايدي يا نار. معلش استحمل. اه يا رجلي يا نار. اه يا جسمي يا منمل. اه يا شعري يا مأمل. ده الحاله خطر. ادي للوكيل يا اخويا. هندهولك. هات الوكيل. والنعمه هندهولك. ادي للوكيل. والله هندهه بس سيبني. تعال يا نهار اسود. تعال يا وكيل باشا. الف سلامه. على مهلك. على مهلك وكيل باشا. سبت الاسعاف. اه حسبت الاسعاف. تعال الحق. ايه؟ تعال الحق. تعال خلاص بقى، هم خدوا اللي فيه نصيبه. مش معلش يا وكيل. حسن باشا ايه اللي عمل فيك كده؟ تعال. في ايه؟ الدكتور بتاع الاسعاف بيقول لحضرتك لو ال24 ساعه الجايين عدوا على خير هيبقى في خطر على حياته. ايه؟ قال ايه الواد ده؟ تعالى تعالى يا وكيل. في ايه؟ تعالى سندني. عيلة مراتي ضربوني على الاسود ابعد عني. يا خضتني. ما بيضربوك على طول، ايه الجديد يعني؟ المره دي غير كل مره، الضرب ما خلينيش في وعي. جابوا لي عقد وقالوا لي امضي انك بعت المصنع وانك قبضت ثمنه بالكامل. وخدوا العقد سجلوه في الشهر العقاري ومنزلين المصنع في المزاد. يعني المصنع راح؟ راح يا وكيل وانا ضعت. مصنعي ده يعني اكل عيشي. يعني مصدر رزق الوحيد، يعني ظهري وقيمتي وسندي في وسطيكم. خدوا مني كل ده وانا عمري ما اذيت حد. عملوا فيا كده ليه يا وكيل؟ عشان انت طيب يا اسف. وده جزات الطيب؟ ايوه. يعني لازم انهش في الناس عشان اضمن ان محدش يأذيني. لازم يبقى لي انياب وضوافر عشان اقدر اعيش. ليه يا وكيل؟ ليه الناس ما تبقاش مسالمه زيي؟ عموما يا قاسم انت اللي جبت كل ده لنفسك من الاول. وانت كنت فين؟ نعم. الاسم ولاد عمي. يعني ايه؟ دمي ولحمي وقرايبي. قاعدين بتتفرجوا علي عشان لما اقع تقول لي انت اللي جبته لنفسك؟ لا يا قاسم لا، اوعى تتهمني انا الاتهام ده. انا ياما وقفت جنبكم وفي ظهركم، ياما اتخانقت واتضربت بسببكم، ياما استلفت ومديت ايدي اللي يسوى اللي ما يسواش عشانكم. فاكر يا قاسم ولا تحب افكرك؟ تعبان يا وكيل، تعبان قوي. هبوس ايدك ما تبعدش عني. انا محتاج لك اكتر من الاول. انت ابن عمي الكبير
دبرني. كل واحد فيكم بيتصرف من دماغه، ولما يقع يقول لي انت الكبير دبرني. احنا ملناش غيرك. خلاص طلق مراتك ده الاول يعني. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ علشان خاطر عيالي. ذنبهم ايه شحطتهم؟ دول بنتين يا وكيل. بسم الله ما شاء الله. ابتدوا يكبروا دلوقتي. هما سنهم قد ايه؟ الصغرى 12 والعظمى 14. انت مخلي بدرجات حرارة. كاتك نيل على ميزان المية اللي انت متجوزها دي. ده دول اللي خلفتهم في القاهرة. اما في جنوب الوادي من المتوقع ان من المتوقع تخلف لك ايه؟ زوابع؟ امطار؟ خلي عندك كرامة وطلق. والعيال؟ هيتربوا وطلق. مين هيربيهم؟ طلق. ست السيدة بنت بركات. انت طالق طالق طالق. هي هنا؟ طب اطلق مين يا انا؟ بتطلقني انا؟ هطلقها. امتى؟ الحلم مش مستحيل، لكن تحقيقه مباح. كتك نيله في خيبتك. ما تخافش عليا. يا اطلق. هطلقها. هطلقها. امتى؟ اجيال وراء اجيال. اجيال ايه؟ على